السلام الله عليكم اصدقائي ومتتبعي قناه سكويلات. اليوم غنحاولوا اننا نديروا كلشي لا بون ريبونس صفحه 122. وهذا الشيء درناه من بعد ما شرحنا الدرس ديالنا. اللي باقي ما شافش الدرس غيطلع لك الرابط هنايا وشوف الدرس، راه مهم بزاف من الاول حتى الاخر وما تزقل حتى لقطه منه. اذا بعد ما غادي نشوفوا هذا الفاصل غادي نواصل. عدنا لكم اصدقائي، نمشي ونبداو الاسئله او الاجوبه ديالنا. اذا بور ميزوري ان اونغل، واش كنحتاجو لا كومبا؟ هادي ما بيناش عندي. ولا رابورتور، اذا في لو كور قلنا بان لو رابورتور هو اللي كنديرو فيه لا ميزور لاش لي زونغل. بلا ما نطولو بلا ما نقصرو، قال لك لا ميزور دو لونغل ا او بي اي. واش هاد ا او بي قياس ديالها 60 درجه او لا ا او بي قياس ديالها 90 درجه او لا ا او بي قياس ديالها 180 درجه؟ اذا حنايا عندنا لي دو كوتي ديال لونغل، جوانب ديال لونغل مالهم كيشكلوا واحد الزاويه قائمه. اذا هما بجوجهم بيربونديكولير، وهادو من الخصائص اللي كتمثل بهم لونغل ياش دغوا اللي قياس ديالها 90 درجه. مزيان، نمشيو للاسئله المواليه. اذا عندنا لا ميزور دو لونغل بي او سي، فين هي بي او سي؟ اذا قياس الزاويه بي او سي، واش بي او سي كتساوي 90 دوغري؟ واش بي او سي انفيريور على 80 دوغري، صغير على 90 دوغري؟ واش او بي سي كبير على 90 دوغري؟ إذن او بي سي الزاوية ديالنا اللي هي هادي، كنلاحظ بأنها صغيرة على 190، وسميناها حنا هي الزاوية اللي قريناها في الكور، هي الزاوية ايغو يعني الحادة. مزيان، الله يعطيكم الصحة. إذن اكزيرسيس أولا لا كيستيون نيميرو 4، لا ميزور دو لونغل بي او سي. إذن بي او سي، بي او سي، واش بي او سي ايغالا 90 درجة؟ بي او سي انفيريور ا 80 دوغري؟ بي او سي سوبيريور ا 80 دوغري؟ شنا هي 80 دوغري؟ بعدا هي هاد الزاوية القائمة، هادي هي 90 درجة، هادي 90 درجة. و او بي مالها كبيرة على 90 درجة، وسميناها اونغل ياش اوبتوس، قريناها وقلنا سميتها اوبتوس يعني باللغة العربية الزاوية المنفرجة. مزيان، إذا نمشيو لكيستيون 4 5. إذا اكزرسيس أو لا لا كيستيون نيميرو 5، ساشون كو ا او بي ايغال ا 180 دوغري، لا ميزور دو لونغل بي او سي اي. إذن عندنا هاد لونغ اللي عطاونا حنا من هنا لهنا كتساوي 180 درجة. إذن لونغ اللي كنقلبوا عليها اللي هي بي او سي، شحال غيكون القياس ديالها؟ علما أنهم عاطينا القياس ديال الزاوية أخرى هو 80 درجة. إذن واش غيكون القياس ديالها 80 درجة؟ واش غيكون القياس ديالها 100 درجة؟ واش غيكون القياس ديالها 180 درجة؟ إذن باش غادي نعرفو، واش كنعرفو؟ باش نحسبو كنقولو بأن الزاوية المستقيمية 180، كنقصو منها ياش الزاوية المعلومة اللي عندنا اللي هي 80، وغيعطيني القياس ديالي ديال هاد الزاوية هو 100. وغادي نكوشي قياس الزاوية 100. تخي بيان، مزيان. دابا غادي نمشي لهنايا لي تخيونغل A, B, C, D, un triangle, utilisez une règle graduée pour comparer. Et donc, on va utiliser A, B, C, D ou Moutlet, on va utiliser le mistar al mudarraja, pour nhasbou, ou là, nqarnou. Qu'est-ce qu'on va nqarnou? A, Z, et B, واش كبيرة على B, C. A, Z, et B, واش كتساوي le B, C. Ou A, Z, et B, واش صغيرة من بي سي. هي باينة بأن أ زائد بي هاد المسافة إلا درنا الدائرة ديالنا غادي تجينا هنا
إذن هذه غادي نعتبروها هي A زائد B، هذه هي AB، و BC راه كبيرة يعني غادي تجينا هنا فوق، وبالتالي غتكون A زائد B كبيرة على ياش BC، لأن هذه خاصية، إذا كان مجموع الأضلاع كبر من الضلع الثالث إذا كنا نشكلو المثلث، في هذه الحالة لا يمكن تشكيل المثلث، صافي مفهوم؟ مزيان، إذا نمشي لا كيستيون، واقيلا ما بقات لي حتى شي وحدة. إذا هذا الشيء اللي كاين في هذه لاكتيفيتي ديال لا كيستيون شوازي لا بون ريبونس. كنتمنى أنكم فهمتوا مزيان هاد الفقرة هادي. إذا موعدنا إن شاء الله في الصفحة الموالية. إذا خليتكم على خير، ما تنساوش أنكم تفاعلوا معنا باش حنا نعطيو المزيد. سكولة طب كتسلم عليكم، السلام عليكم.